اهلا بكم متابعينا في فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد، لقاء فني بامتياز. اليوم معنا سي ايوب ترابي بصفته الامين العام للنقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان. اليوم غنتحدثوا على الوضعيه ديال الفنان، وكان قبل غنطرقوا والمناسبه شرط فما غنفلتوش الحديث على الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى. اليوم العالمي للموسيقى مر نهار 21 يونيو، وبهذه المناسبه ضروري من نشوفوا شنو هما التظاهرات او الاحتفاءات، كيفاش كان الاحتفاء بهذا اليوم في مدينه الدار البيضاء. اهلا بك سي ايوب. شكرا لالا شيماء على الاستضافه، شكرا لموقع انفاس بريس. بخصوص مناسبه اليوم الوطني للموسيقى او اليوم العالمي للموسيقى عفوا، نتكلم على مدينه الدار البيضاء. كانت احتفاليه واحده اللي هو المهرجان ديال كازابلانكا اللي كينظموا مجلس المدينه ولايه الدار البيضاء الكبرى. فعلا كان واحد التجاوب ديال الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء الى اخره، رغم انه كان انتقادات من لدن المهنيين الفنانين اللي لم يتم اشراك ديالهم في القائمه بين الفنانين المشاركين، رغم اننا تكلمنا عده مرات مع المسؤولين والمسيرين والمنظمين ديال هذا المهرجان باش يتعطى تكافؤ الفرص وتعطى الكوطا لجميع المهنيين، وما ناخذوش غير من السونتر ديال الدار البيضاء، نشوفوا حتى من لي زونفيرون ديال الدار البيضاء. عندنا فنانين في بن سليمان، في المحمديه، في السطات، في بن حميد الى اخره. وحنا سبق لنا سجلنا شكايات من عند فنانين ابناء الدار البيضاء، فنانين شباب اللي قالوا بان ما كتعطاهمش الفرصه انهم يشاركوا في هذه التظاهرات. هذا هو الاشكال، يعني المسؤولين المباشرين على هذه الشركه اللي كتقوم بتنظيم هذا المهرجان اللي مفوض لها من لدن مجلس عمل الدار البيضاء، كاين واحد الاقصاء، انا كنعتبر اقصاء ممنهج، لانه سبق لنا ورسلنا هاد المسؤولين وتكلمنا معهم حكم الصدقه اللي كتربطنا بهم الى اخره، باش يوعوا بهاد الامور وتعطى تكافؤ الفرص للمهنيين من الشطه الانماط الموسيقيه وكذلك الفرق الموسيقيه، باش تكون واحد نخلقوا فرص ديال العمل للمهنيين. كتعرفي بان المجال الفني والقطاع الفني قطاع حيوي، ومازال اضرار ديال جائحه الكورونا ساريه عليه، وخصنا نعتقوا ما تبقي من هذا القطاع، وباش نعتقوا خاص مواكبه الجهود. وانا كنتاسف انه بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى ما تعطاش فرص للجميع، وما كانش احتفالات يعني على المستوى الجهه او على مستوى، انت غير راضي على بيان سير. كيفاش غادي ترضى وانت كتشوف واحد التمثيليه كبيره ديال المهنيين كيعانوا مع واحد الاقصاء ممنهج من لدى المسؤولين السياسيين الى اخره، وعنده المهنه ديالو هي الفن، هي مصدر القوت ديالو باش كيعيش العائله ديالو وديالو الوجيبه الوحيده اللي جات، وتم الاقصاء ديال مجموعه من الفنانين، ونفس الوجوه دائما هي اللي كتشارك في هذا في البرنامج. ونظرا انا كنت يعني مطلع على هذه الخبايا ديال هذه الامور كيفاش كتم، فشنو هما المعايير اللي كيتم الاستناد فيهم في اختيار هاد الفنانين اللي غيشاركوا والفنانين اللي ما غيشاركوش؟ هو بالنسبه للمعايير كنظن بان الشركه المفوض لها هي اللي كدير المعايير ديالها، ما عرفناهمش شنو هما لحد الان. حنا كنسولهم هذا المنبر ديال الانفاس بريس، خصهم يعطونا المعايير ديال الانتقاء، المعايير اللي كيخليك تخلي فرقه موسيقيه هي اللي دائما صاحبه المهرجان منذ التاسيس ديالو، المعايير اللي كتخليك تقسم مجموعه من الفنانين من المدينه او الجهه اللي كينتميو ليها باش ما يشاركوش. حنا بغينا نعرفوا من المسؤولين، وان شاء الله راح نقمنا مراسلات وكنتسناو وراء ان شاء الله عيد الاضحى مباشره باش نجلسوا مع هاد المسؤولين على هاد القائمين على هاد المهرجان، باش نعرفوا الخبايا والمعايير كذلك، وندافعوا على المهنيين بشتى الانماط الفنيه باش تعطاهم فرص كذلك. يعني اللي فهمت من الحديث ديالك هو ان كاين بعض الشكوك في ان كاين واحد الخروقات اللي كاينين كيشادوا المجال. واضحه. يعني ممكن يكون حتى المجال الفني او الموسيقي خدام النظام ديال الكليكه اللي كيف ما كنشوفوا في السينما دابا والتلفزيون. كاين نظام الكليكه ودوك المفهوم ديال باك صاحبي والفنان اللي بيستوني، بحكم ان مهرجان بهذا الحجم داخل تراب مدينه الدار البيضاء ما كداش ليه حتى شي ابيل دوفر، ما كيعنوش عليه حتى كيتلاح البلاطو. الوغ راه بينا اونتر بارونتيز راه كاين باك صاحبي، اما اللي كانت الشفافيه والديمقراطيه وما عطاتش تكافؤ الفرص وتروج ليه بطريقه التعليمات الملكيه اللي كيقول لنا سيدنا النصر طول في عمره، خصنا نديروا لابيل دوفر والانسان يجي يحط له دوسي ديالو عند الشركه، وتكون واحد الكوميسيون فيها ممثلي ديال النقابات وممثلي ديال السلطات المحليه وممثلي ديال وزاره الثقافه ومجلس العمل ومجلس المدينه، هكا غادي تكون الشفافيه والمصداقيه وغادي نعطيو تكافؤ الفرص، هما ماشي بالضروري نكون طالعوا غير لي ستار، راه كاين دوزيام ديفيزيون تروازيام ديفيزيون اللي جايين وجايين بقوه، وكتعرفي دابا الاغنيه الشبابيه راه جايه كتفرض في راسها، وكذلك فنانين الراب لي رابور ما شفتش شي واحد سير سين، علاش؟ حتى هذوك راه مغاربه ولاد المغرب، علاش غادي نديروا لهم واحد الحاجز وندير لهم؟ يعني كاين اقصاء مجموعه كبيره منذ السنين ماشي غير دابا. وي
ومنين دوينا على هادو من ابرز المشاكل اللي كنلقاوها في مجال الفن المغربي. وللاسف كلشي كيتشكى والفنانين يعني ما خلاو فين قالوا بان راه كاين واحد كنعانيو من هذا الاقصاء وعندنا مشاكل كبيره، ولكن للاسف كنشوفوا ان الجهات المعنيه بالشان الثقافي المغربي حتى لحد الان ما دارتش شي خطوه اللي يعني ملحوظه او ملموسه باش انا راه كنعاودوا الفنان اننا كنحاولوا ان نحسنوا الوضعيه ديالو. فالى قلت لك توصف لي الوضعيه ديال الفنان المغربي باختصار. غادي نوصف لك الوضعيه من بعد ما نعطيك شي حاجه على الاداره المهنيه، ملي كنتكلموا على الاداره المهنيه على القطاع الثقافي الفني كنتكلموا على وزاره الشباب والثقافه والتواصل القطاع الثقافه، وكذلك على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاوره. ونفو الاداره ما غاديش نمجد وما غاديش نرمي عليهم الورود، ولكن كنقول لك انا الاداره دايره اللي في جهدها. بحال دابا وزاره الثقافه عندها 27 مهرجان كديروا مختلف الانماط الفنيه، يعني الوزاره ديجا خالقه تكافؤ الفرص للمهنيين بحسب داك البيجي. كتعرفي بان الميزانيه الضئيله ديال الدعم اللي كتعطي وزاره الماليه واللي كتاخذ الحصه اللي كتاخذها وزاره الثقافه، يعني اصغر حصه في الدعم السنوي المخصص للقطاعات او الوزارات. كذلك المكتب المغربي لحقوق المؤلفين اللي كنعرفوا حتى واحد الضجه وحلوا السيكسي مؤخرا ضد الجائحه، المهنيين الفنيين كلهم كيستافدوا من هذاك الصندوق ديال المكتب المغربي. الا هنا بالنسبه للاداره كنظن واحد 80% راه دايره اللي عليها. كيبقى المشكل ديال المهني ديال الطريقه ديال التطوير المنتوج وتسويق المنتوج ديالو الفني، كيفاش كيتواصل مع الادارات، واش مهني ديجا هو مستركشيري وعندو انستاف ديالو ادمينستراتيف تكنيك ارتستيك كيعرف يسوق المنتوج، ولا ديجا هو بلاصو كيتسنى المنتوج ديالو يجي واحد اخر ياخذو من عندو. راه ما عمرها ما تمكن، راه فلاح كيروج كيدير المنتوج ديالو كيدير السواقه باش يبيعو. وفنان كيفاش انت غادي دير منتوج وكتربع يديك وتسنى غير يجي عندك؟ ما يمكنش. كاين الخلل في المهني، كاين الخلل في الاداره ما نكذبوش، ولكن بالنسبه للاداره 80% قايمه بالغول ديالها. الو خاص المهني يعاود شويه يبدل الرؤيه ديالو والطريقه ديالو المنهجيه ديالو في الشغل في هذا القطاع الفني الا بغى ينجح. هو دور النقابات المهنيه الفنيه كنوجه لها النداء لجميع النقابات اللي الحمد لله حنا خوت مع اختلاف الالوان، ولكن كنبقاو فنانين باش خاصو كلشي يتحزم لهذه القضيه. الدور ديالنا هو نأطرو نواكبو المهنيين الفنيين واداريين وتقنيين باش يكون عندنا منتوج فني مغربي محض في المستوى المطلوب، ونعطيو افاق وتوجهات لهاد المهنيين نهزو بهم ونهزو بالبلاد ديالنا عبر التراث ديالنا اللي هو الثقافه والفني الى اخره. فانطلاقا من هذا الموضوع ديال او الوضعيه ديال الفنان غنمشيو لواحد المشكل اللي هو المشكل البارز دابا. دابا حاليا كاين واحد الخلل اللي واقع او لا واحد الازمه اللي واقع ما بين ارباب المقاهي والفنانين او لا الجهات اللي مسؤوله على حمايه حقوق المؤلف. فبالنسبه لك شكون اللي مسؤول على ان هاد اللي كيضمن الفنانين انهم ياخذوا المستحقات اللي دابا يعني ولاو خداو اشعارات المقاهي وهذا بانهم يدفعوا المستحق؟ ولكن للاسف النقابه ديال المقاهي او الارباب المقاهي رفضت انها تدفع المستحقات. صحيح. فشنو كتقول في هذا الامر؟ هذا فعلا كاين واحد المشكل اني شائك طارئ غادي يخلق واحد ضجه كبيره على مستوى البلاد، بحكم دابا ان المهنيين كيمروا بواحد الفتره صعيبه. كنقول لك من بعد الجائحه مازال اضرار القطاع الحيوي راه مازال واقف، راه واخا الوزاره دار السي بن سعيد دار جميع المجهودات وفر المهرجانات وجابوا الفلوس جاوا الى اخره، ولكن داكشي راه ما كافيش باش تلبي الحاجيات ديال الفنان المغربي. القانون واضح في هذه المسائل، من منذ سنه 1949 كان المكتب الافريقي لحقوق المؤلف، يعني الناس راه من 49 هما كيخلصوا لي دروا دوتور المقاهي والمطاعم الى اخره. في سنة 1965 تمت مغربته، بمعنى أنه ولا المكتب المغربي لحقوق المؤلف. في سنة 2022 غتولي سميتو المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. القانون 2.00 راه واضح، القانون 25.19 راه واضح في هذه الأمور وخارج في الجريدة الرسمية، وكاين واحد الجدول ديال الاستخلاصات اللي معلون عليه في الجريدة الرسمية متعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاوره اللي تعني عليه في الرسميه سنه 2014 بانه هذه هي الطريقه ديال الاستخلاص من المقاهي. المقاهي كيقول لك حنا ما نخلصوش، كنخلصوا على حسب الفاتوره ديال الماء والكهرباء والى اخره. الا ما غتخلص خصك تحيد التلفازه حتى هذيك حق المؤلف حق الفنان. انت واضع في المقاهي ديالك ثلاثه ولا اربعه ديال التلفازات بلازمات، عندك الموسيقى والوفر ديالك كتخدم الموسيقى كتستغل المصنفات الادبيه والفنيه، هذاك راه حق الفنان والمبدع المغربي. الا ما خلصتيش انت هذا الفنان من غادي يعيش؟ من غادي كيفاش غادي يقوم المكتب المغربي اللي هو الوصي الحقوق المؤلف هو الوصي علينا؟ بحكم اننا كنخرطوا في هذاك المكتب اوتوماتيكمون كنفوضوا لهم عبر واحد الوثيقه كنوقعوها معاهم كنفوضوا لهم باش هما كيقوموا بالاستخلاص
ديال الفلوس ديالنا عبر المقاهي المطاعم المصنفه الفنادق دوك المحلات التجاريه الكبيره اللي كتخدم الموسيقى بلا ما ندوز عندك الاسماء وكيجمعوا دوك الفلوس وكيقسموا على المهنيين كحق من حقوق المؤلف ملي انت كترفض كصاحب مقهى اللي كيلو ديال القهوه كيدخل لك واحد 2500 درهم ولا 2800 درهم يعني في النهار كيفاش غادي ترفض تخلص 1300 درهم في العام اللي هي حق المؤلف وانت كتدخل مينيموم كيلو ديال القهوه غادي تدخل عليه 2800 درهم في النهار غير قهوي علاش غادي ترفض تضيع هذاك المهني اللي كتستغل المصنفات ديالو الادبيه القانون واضح والمكتب المغربي راه قايم بالمسائل ديالو القانونيه بمعيه الاعوان ديالو اللي كيمشي وكيدو اشعارات للمقاهي كاين اللي كيرفض كاين اللي كيستجب فعلا خرج الرئيس ديال الجمعيه ديال الارباب للمقاهي والمطاعم كيستنكر الطريقه وكنظن بان الاستنكار غير صعيب حيت انت بغيتي تضيع انا تضيع المهنيين الفنانين المغاربه في الحق ديالهم وكذلك المقيمين انت هما راه كيستافدوا ملي غادي توصل معنا لهاد الامور حنا غادي نقوموا بالتصعيد حنا كنقابه خرجنا بيان استنكاري وعلنا الجهات المسؤوله كوم كون غادي نقوموا بالتصعيد حيت تعطانا الحق ديالنا حتى يستجبوا ارباب المقاهي من بعد عندنا تناقض في الجواب ديالهم بانهم كيفكروا يتعاونوا معنا حنا كفنانين يعطونا 200 درهم للقهوه العام ولكن حنا ما بغيناش اللي غيتعاون معنا هذاك رزقنا حقنا في الملكيه الفكريه طبقا للقوانين المغربيه والدستور المغربي وكذلك المعاهدات ديال الملكيه الفكريه الموقعه مع الدول الاجنبيه. بالنسبه لهذه الضريبه واش تم تحديد ماشي ضريبه استاذ يعني هذا حق المؤلف وي. هذا الحق اللي تخرج انه لازم انه يتأدى للمؤلف فاش تحدد الاسعار يعني السقف ديالو فاش تحدد واش تم التحديد ديالو يعني انه كاع المقاهي خاصها تأدي نفس القيمه الماديه او لا كاين فرق ما بين المقاهي لان كنعرفوا حنا كاين مقاهي كتكون في احياء شعبيه كاين مقاهي كتكون في احياء يعني كيفاش تتم هذه العمليه؟ انا لحد الان الدوله يعني باسم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاوره راه داروا تسهيلات مع هاد الناس داروا لهم فورفي ديال 1300 درهم في العام شنو هي قهوه مطعم فاخر القهوه طالعه مليار مليار و200 غتخلص 1300 درهم حق المؤلف الفنانين راه داروا معاهم تسهيلات ولا بغوا يطبقوا معاهم القانون شنو كتكون الطريقه كينزلوا اعوان ديال المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره وكيقوموا بحساب المساحه ديال المقهى وكيحسبوا شحال كاينه من التلفازه وشحال كاين من باف شحال ديال الموسيقى خدامه وشنو البلاي ليست اللائحه ديال او القائمه ديال الاغاني اللي كتشتغل تما وربما غادي يوصل يخلص حتى كان زميل سي زميل في العام ولكن هاد الناس راهم استعملوا السلاسه رغم ان القانون وكيعطيهم الحق بان مشوا المسائل الجزريه ومشوا المحكمه الى اخره راه كاين اكثر من 156 دعوه في المحكمه راه مربوحه من 131 قضيه على المقاهي يعني المكتب المغربي راه غادي كيحقق انجازات الفائده المهنيه للفنانين اللي هما اللي عندهم ذوي الحقوق بمسمى ذوي الحقوق الوغ بالنسبه ليا الاداره راه مسهله لحد الان ولكن حنا كنطالبوا الاداره باش كذلك تقوم بالتصعيد حيت حنا ما غنسمحوش في حقنا الا كنستاهلوا اكثر من 1300 درهم في العام تخلص على المقهى ما كرهناش حيت الفنان راه ما كيعقل عليه حتى واحد كيشتغل في الملاهي في المطاعم الى اخره كيستغلوا وكيستغلوا المصنفات ديالو بدون عقود ما عنده حتى شي حاجه كل ما سيدنا فكر فينا في ظل الجائحه ودار لنا الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه من بعد التعاضد ديال الوطنيه الفنانيه اللي كنعطاها لنا في شحال هادي بظاهر ملكي راه ما غيكون عندنا حتى شي حاجه ولكن الحمد لله دائما حنا كنرجعوا لسيدنا وهذا الشيء ما خصوش يلقى يكون دائما اي قطاع تضرر يرجع للملك كاين مسؤولين كاين سياسيين كاين منتخبين ممثلي الامه خصهم يدخلوا معنا وكنتمنى هذه القضيه بان الجميع يدخل فيها والمجتمع المدني وكذلك المسؤولين ومسؤولي الامه باش يلقاو لنا حل مع هاد الناس حنا لحد الان ما غاديش نسكتوا حتى ناخذوا الحق ديالنا ان شاء الله. في التصريح ديال الرئيس اللي دوى بالاسم ديال ارباب المقاهي قال بان حنايا غير مطالبين باننا نؤديو هذيك القيمه الماديه لاننا كنشوفوا ان اللي مسؤول على انه يؤدي هذيك القيمه الماديه هما القنوات والاذاعات الوطنيه فاش كتقول في هذا الامر بالنسبه للقنوات والاذاعات كيخلصوا بوحديتهم القانون راه واضح كاين القانون 2.00 وكاين القانون 25.19 الجريده الرسميه ديجا خرج فيها يعني الجداول ديال الطريقه ديال الاستخلاص
لان الناس بغاو يخالفوا القانون. الا بغاو يخالفوا القانون اوتوماتيكمون حنا كنخولوا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين كدول الحقوق باش يطبق مع الناس المسطره وباش يبقاو في اطار المحاكم والمحكمه اللي غادي تنصفنا. ربما كانت خسرات قضيه ولكن ربحت 131 قضيه والامور غادي الارقام كتبشر بخير. يعني هذا هو التصعيد اللي قصدتي، هذا هو اللي قصدتي بالتصعيد. ابار التصعيد ديال المحاكم حنا غادي نوجهوا الرسالات للمسؤولين في البلد ديالنا، الجهات العليا في البلد، باش يدخلونا كذلك الراي العام. وحنا كذلك راه كنقوموا دابا بواحد الجولات عبر القنوات الاذاعيه وكذلك الالكترونيه بين المنابر الصحفيه، المنابر الصحفيه باش نوصلوا الرساله ديالنا بطرق احتجاجية يعني راقية وسلمية بكل ما يخوله هنا لنا القانون والدستور المغربي. إلى هاد الناس ما سمعوتنا غادي نزيدو مازال نطلعو، من بعد غادي ندخلو لمسألة ديال البرلمان ومناقشة إلى آخره وأسئلة كتابية وشفوية. عندنا ناس تاعنا اللي غادي يدافعوا عنا ونيفو ديال البرلمان. ففي الأخير شنو هي رسالتك لأرباب المقاهي من هذا المنبر هذا؟ رسالتي لارباب المقاهي والمطاعم والمسؤولين ديال الفيدراليات والجمعيات والهيئات ديالهم، احنا راه ماشي ضدكم وتنتوما ما تكونوش ضدنا، حنا طالبنا بالحق ديالنا اللي كيعطينا الدستور والقانون المغربي. الامور راه واضحه، ما يمكنش غادي تملصوا من القانون، ما يمكنش غادي تضيعوا الفنان. الا ما كانش كيهمك بالعربيه تادي الفنان المهني، يمكن لك تسحب التلفازه، تسحب لاشين، اي حاجه اداه اللي فيها الموسيقى وفيها دروات ليماج تسحبها من المحل ديالك، حتى شي واحد ما غادي يحاسبك وما غادي يجي عندك لا مكتب ولا اعيان المكتب ولا فنان مهني ولا نقابه. الوغ ساعدونا نساعدوكم باش تكون واحد الاجواء اخويه. وحنا في المغرب ولاد المغرب، والفنان تاورا فنان مغربي، انت كتربح في القهوه، حنا كنربحوا في الفن. يعني ماشي تربح انت بوحدك وتضيع على ظهر واحد اخر، لا ما يمكنش. هذه رسالتي. كنتمناو ان هذا المشكل هذا يتحل، ويكون يتحل بواحد الطريقه اللي سلسه اللي كترضي الطرفين. فمشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد، موضوع جديد ومع ضيف جديد. السلام عليكم.